السلام عليكم، جات لكم فيديو جديد. اذا انت اول مره تفتح القناه اشترك وفعل جرس التنبيه وخلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك. اذا كل واحد حط لايك لهذا الفيديو بسهوله بنوصلها. المهم هون ما عليكم، حاب انه اشكركم اليوم، حاب انه اشكركم كثير لانه نحن وصلنا 500,000 مشترك. هذا كله توفيق من عند ربنا، وغير هيك بقوتكم كمان نحن وصلنا لهون وبمحبتكم لإلي، فشكرا شكرا كثير كثير، وان شاء الله قريبا المليون بهمتكم وبقوتكم نوصلها. طيب اوكي ما علينا، فكرة فيديو اليوم هي عبارة انا جبت لكم 5 مقاطع فيديو اتحرك فيها دمية مسكونة. صراحة هذا الفيديو من ارعب الفيديوهات اللي موجودة عندي بالقناة، انه هلأ الفيديوهات اللي راح تشوفوها راح تصدمكم او عائلكم راح ينصدم. انا ما راح اطول عليكم كتير بالمقدمة، خليني دغري افوت بالفيديو. لك ايه صح، قبل بدي اشكركم على اخر مقاطع الدعم فيهن كان ما شاء الله جبار. بدي اشكركم جد من قلبي، شكرا شكرا شكرا، واتمنى بالفيديوهات هاي القادمة يكون كمان نفس الدعم. خلص طولت عليكم، خلينا بلش دغري. رقم 5، لعبة الكنسينييرا. هاي اللعبة موجودة بإسبانيا، البنت بتصير عمرها 15 سنة بيعطوها إياها احتفالاً بأنه صار البنت عمرها 15 سنة. طب تيجي تقولوا لي هلأ طب ليش بده يعطوها لعبة وهي البنت صار عمرها 15 سنة؟ شو بدها فيها؟ إنه هي بطلة صغيرة. أصدقائي، هاي اللعبة بيعطوها إياها لأنه هيدي آخر لعبة تقدر إنه تلعب فيها، فبيعطوها إياها تخليداً لذكرى هاي اللعبة. لكن هون بالحفلة بس أعطوها إياها، كانت البنت كانت لابسة نفس ملابس اللعبة، فبوقتها هون صار شي. شوف الفيديو. رقم 4، لعبة باربي. أكيد بكل بيت موجود عنا في لعبة باربي موجودة. ليش؟ لأنه في فترة من فترات حياتنا باربي زي كأنه كانت ترند وكان الكل يجيبها على البيت، وبالأخص الأطفال والبنات الصغار. أنا متأكد إذا أنت عندك أخت صغيرة أنا متأكد هلأ عندها لعبة باربي. طيب بودي شو بدنا بهالحكي؟ أنا جايكو بالموضوع. هاي البنت كان عمرها 7 سنين، كانت مش عم تلعب باربي واحد، كانت عم تلعب بحبتين، لكن في باربي منن كان زي اكنه مفسخ مش لابس شيء. لكن بوقتها صار شيء معه، ما رح احرق عليكم، شوف الفيديو. رقم 3، هاي البنت كانت عم بتصور مقطع باليوتيوب، لكن ما كانت هي لحالها بقلب الغرفة، كانت عم بتصورها امها. كانت هاي البنت كانت عم تشرح شيء كان بايدها، لكن بهاي اللحظه صار انه كانت في دميه وراها. لكن هون هاي اللعبة مش بس تحركت، حركت الشمعه يلي كانت قدامها. انا الصراحه ما عم بعرف اشرح، شوف الفيديو. رقم 2، هول الولدين كانوا يلعبوا هيدي اللعبه اللي موجوده انه زي كوبايات وبيعرموهن زي الهرم، لكن في ناس في عندها خفة ايد، يعني بتحطها ودغري بتعمرها ودغري بتنزلها، والصراحة هيدي موهبة موجودة بحسها عند الامريكان بس، بعرف الصراحة اذا موجودة عندنا. المهم هول الولدين كانوا يلعبوا هذا التحدي مع بعض، فجأة هني كانوا حاطين الكاميرا لحتى يشوفوا مين بده يربح، لكن هون صار شيء. اذا بتقربوا الكاميرا لقدام شوي بتلاقوا في لعبة تحركت من تحت وطلعت شوي شوي لفوق، انتم مش مصدقين؟ شوف الفيديو. رقم 1 والاخير، هاي اللعبه اللي انتم شايفينها قدامكم انا متاكد انت باي بيت بتفوتوا رح تلاقي منها لهيدي اللعبه، والصراحه هاي اللعبه موجوده بس بافلام الرعب كمان، يعني انت بس بدك تحضر افلام رعب عن دميه او شيء رح تلاقي لعبه شبيهه فيها. حلو بالموضوع انه هيدي اللعبه مصنوعه من صمغ وخشب، يعني مواد طبيعيه. اضرب انه هيدي اللعبه انصنعت من 75 سنه. شو قصه هيدي اللعبه؟ هيدي اللعبه انه كانوا صاحبينا كانوا منيمين على التخت وكانوا كمان عم بيصوروها وكانوا يأرجونا انه ايده عم تطلع شوي شوي وعم تتحرك، يعني هيدي اللعبة مسكونة. شوفوا الفيديو. طيب
حبايب اوكي هيك بنكون خلصنا الفيديو، ما تنسى اللايك والسبسكرايب. اذا انت مش تابعنا على الانستغرام هذا اسم حسابي، انزل تابعني، بعمل اشياء حلوه فيها، نزل ستوريات حلوه على الانستغرام عندي راح تلاقوا تحت بالدسكربشن. بعرف الفيديو كان قصير ما بيأثر، مهم ما تنسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه على اكيد. يلا سلام.